قال النهارده يا جماعه ما بين اقوى زيتين لعلاج الصلع الوراثي واللي تقارنوا بالمينوكسيديل ونتائجهم حلوه جدا وممتازه جدا ورائعه جدا مع ناس كتير. الزيتين دول هم زيت النعناع العطري وزيت الروزماري او بيسمى اكليل الجبل او الازير في المغرب والجزائر. برضو الزيتين دول يا جماعه رائعين جدا وممكن فعلا تستبدلهم بالمينوكسيديل في بعض الاحيان. نتكلم مين فيهم احسن، هنتكلم مين فيهم اللي بينبت شعر بشكل احسن واقوى، هنتكلم برضو على مين فيهم بيعالج القشره. عشان تختار لو انت هتستخدم زيت النعناع ولا زيت الروزماري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى صديقي تكون بخير وشعرك بألف صحة وألف خير. طبعا الزيتين اللي هم زيت النعناع العطري وزيت الروزماري العطري دول هم من أقوى وأحسن الزيوت في علاج الصلع الوراثي، واتكلمنا عنهم قبل كده في فيديو مستقل لزيت النعناع هسيبه لك تحت في صندوق الوصف، وبرضو فيديو مستقل عن زيت الروزماري أو إكليل الجبل هسيبه لك برضو تحت في صندوق الوصف لو عايز ترجع له، في شرح كافي ووافي عن الزيتين مع بعض. لكن احنا في الفيديو ده هنعمل مقارنة، انا مش هكلمك عن مواد فعالة قد ما هكلمك عن امتى تستخدم زيت النعناع وامتى تستخدم زيت الروزماري. انا عن نفسي كعمر بحب اخلط الزيتين دول مع بعض، تمام، بخلطهم دايما زيت النعناع مع زيت الروزماري مع زيت الجوجوبا. الخلطة دي بالنسبة لي هي الخلطة الاكثر مثالية، ولكن حد هيجي يقول لي انا عايز استخدم واحد فيهم لوحده، انا مش عايز استخدم خلطة زيوت، انا عايز استخدم يا اما زيت النعناع بس او زيت الروزماري بس. فانا الفيديو ده في الغالب موجه للاشخاص اللي عايزين يستخدموا زيت واحد بس من الاثنين. طيب هنمسك كل واحد فيهم ونقول هو احسن من التاني في ايه. اول نقطة اللي هي علاج الصلع الوراثي، مين فيهم احسن في علاج الصلع الوراثي؟ هما الاتنين حلوين جدا في موضوع علاج الصلع الوراثي، ولكن زيت النعناع هو بدوره الحاجة اللي بيعملها ان هو فيه مادة اسمها مادة المنتول، مادة محفزة للدورة الدموية الطرفية، فبالتالي بتساعد الدم اللي محمل بالغذاء والفيتامينات والاكسجين ان هو يطلع لبصيلات الشعر وينعشها بشكل قوي جدا. لكن لو حد عنده صلع وراثي اكيد انت بتشتكي او اكتر حاجة بتأثر في موضوع الصلع الوراثي ده وهي هرمون الدي اتش تي، وهو الهرمون المثبط للأسف لبصيلات الشعر او اللي بيضعف بصيلات الشعر. نيجي بقى هنا للحبيب التاني وهو زيت الروزماري. زيت الروزماري هو محفز برضو زي زيت النعناع للدورة الدموية الطرفية، ولكن كمان ان هو دي اتش تي بلوكر، او هو بيعطل الهرمون بتاع الدي اتش تي اللي بيؤدي للصلع الوراثي، فبالتالي بيساعد على انبات الشعر بشكل احسن، ان هو بيحفز الدورة الدموية من ناحية وبيعمل بلوك او بيقلل هرمون الدي اتش تي المسبب للصلع الوراثي ده. فبالتالي هنا انا هدي هنعملها وهنعملها بهيئة نقط، انا هدي هنا النقطة لزيت الروزماري لو انت عايز تستخدمه لوحده. زيت النعناع برضو جميل، ولكن انا هنا في موضوع الصلع الوراثي تحديدا لو هتستخدم واحد فيهم لوحده انا هفضل زيت الروزماري، لانه دي اتش تي بلوكر وفي نفس الوقت محفز للدورة الدموية. يجي بعد كده النقطة التانية وهي نقطة القشرة، قشرة الشعر، مين فيهم احسن واشطر في علاج قشرة الشعر بكل انواعها وخاصة القشرة الدهنية؟ زيت النعناع انا اقدر اقول لك وانا يعني مالي ايدي قوي اقوى معالج على وجه الارض لقشرة الشعر بكل انواعها واشكالها، تمام؟ عندك اي نوع من انواع القشرة استخدم زيت النعناع. بس احنا هنا يا جماعة ملحوظة، احنا هنا بنتكلم على الزيوت العطرية اللي بتسمى essential oils مش الزيت الحامل. انا بتكلم هنا على زيت النعناع العطري وزيت الروزماري او اكليل الجبل العطري اللي مكتوب عليهم essential oil، الزيوت المعصورة عن طريق التقطير. نرجع تاني لمرجعنا، زيت النعناع فعلا اقوى معالج للقشرة ايا كانت نوعها. طيب نيجي للتاني، زيت الروزماري. زيت الروزماري هل هو بيعالج القشرة؟ بيعالج القشرة، ولكن مش بنفس قوة زيت النعناع، فهنا تبقى هندي النقطة هنا لزيت النعناع. طيب نيجي لتالت نقطة، تساقط الشعر العادي. لو حد عنده تساقط شعر عادي وعايز يستخدم واحد من الاتنين، هنا هتبقى النتيجة تعادل. الاتنين تقريبا نتيجتهم متقاربة جدا في موضوع تساقط الشعر العادي ده، ولكن هما الميكانيزم بتاعهم للناس اللي بتسأل. في ناس بتقول احنا لما بنحط الزيوت دي على فروة راسنا ممكن تعمل لنا او في بداية الاستخدام بتعمل لهم تساقط،
فيا جماعه ده مش تساقط بمنتهى البساطه، هو انت كده كده شعرك بيقع، يعني انت كده كده في تساقط وشعرك بيقع، فانت لما حطيت الزيت ودلكته على فروه راسك حفزت الموضوع اكتر، فالشعرايه اللي كانت كده كده اوريدي هتقع وقعت. زي الزيوت دي عشان ما تفهمش غلط، هو مش زي المينوكسيديل تمام، ولكن انت كده كده الشعرايه دي كانت هتقع، ف اتقل على الموضوع شوية واستنى، هتلاقي ان مثلا بعد اسبوعين من استخدام الزيوت دي التساقط وقف وكل حاجة بقت كويسة جدا. لو واحد بقى بيقول لي انا عاوز استخدم الزيت العطري بشكل مباشر زي ما انت بتستخدمه عم عمرو، اشمعنى انت بتستخدم زيت الزيوت العطرية بشكل مباشر واحنا لا؟ تمام، ارشح لك مين هنا؟ هرشح لك زيت الروز ماري، لان زيت الروز ماري هو اقل حميه او من الزيوت العطريه ذات الحميه الضعيفه تقدر تستخدمه بشكل مباشر على فروه الراس، ولكن من فضلك من فضلك من فضلك تحذير شديد، اختبر الزيت الاول على ايدك من هنا او ايدك من هنا، او الاختبار الافضل اللي انا بفضله حط نقطه من الزيت واعملها على الرقبه تحت شحمه الاذن المكان ده عشان تختبر تشوف انت عندك حساسيه من الزيوت العطريه عموما. ولكن زيت الروزماري ينفع في العموم ان هو يستخدم بشكل مباشر على فروه الراس، انا بستخدمه كده عن نفسي انا ما عنديش مشكله معاه. زيت النعناع بقى لا، ما ينفعش تستخدمه بشكل مباشر لان هو زيت حارق، زيت حامي جدا على فروه الراس، فمن فضلك ما تستخدمش زيت النعناع العطري بشكل مباشر على فروه الراس، لازم تخلطه بنسبة الربع للتلات ارباع مع زيت حامل، تلات ارباع زيت حامل ربع زيت نعناع، علشان الزيت الحامل يخفف شوية من وطأة الحميان بتاع زيت النعناع، لأن زيت النعناع بيبقى زيت مركز جدا فمينفعش تستخدمه بشكل مباشر على فروة الراس. فهنا هندي النقطة اللي هي الاستخدام المباشر على فروة الراس هنديها لزيت الروزماري لان هو ينفع يستخدم بشكل مباشر، لكن زيت النعناع للاسف ما ينفعش. يجي بقى لنقطه علاج الشيب او علاج الشعر الابيض، مين في الزيتين دول افضل، زيت النعناع افضل ولا زيت الروزماري افضل في علاج الشيب؟ الاجابه ان زيت الروزماري هو الافضل في علاج الشيب المبكر او الشيب عموما، لان هو بيزود ماده الميلانين في الشعرايه. ماده الميلانين دي يا جماعه اللي فيكم يعرف ماده المسؤوله عن لون الشعرايه، المادة دي لما بتقل الشعراية بتبيض، فهو بيزود مادة الميلانين في الشعر او في فروة الراس عموما. لكن زيت النعناع ما بيعملش الموضوع ده، اداؤه هو بيعملها بس باداء متوسط مش محسوس قوي، مش هتحس بنتيجة ملموسة وملحوظة، لكن زيت الروزماري بيعملها بنتيجة ملموسة وملحوظة، فهنا ندي النقطة لزيت الروزماري. نيجي للنقطة الأخيرة وهي هل الزيوت دي بتسبب تساقط بعد تركها؟ يعني زي المينوكسيديل كده لما بنبطلها بيحصل تساقط عنيف؟ الحمد لله الإجابة لا، الزيوت دي بعد ما بتبطلوها يا جماعة ما بيحصلش أي نوع من أنواع التساقط، إلا لو حد عنده صلع وراثي فهيحصل له تساقط، ولكن مش بنفس درجة العنف اللي بتحصل بعد ترك المينوكسيديل مباشرة، هيحصل تساقط على المدى البعيد بشكل تدريجي. وزي ما قلت لك تاني يا صاحبي، انا بفضل عن نفسي خلط الزيتين دول مع بعض لاني بعتبرهم افضل زيتين في علاج الصلع الوراثي وتساقط الشعر والشعر بشكل عام. الاستمرار على الزيوت دي يعني لو حد جرب فيكو يعني استمر على الزيوت دي لمدة سنة او اكتر، يا ريت تكتب لي في التعليقات، لان الناس لاحظت ان الناس اللي استخدمت الزيوت دي على مدار سنين او سنة شعرها تحسن بشكل حلو جدا ومبسوطين جدا من الزيوت دي، وزيوت حلوة وريحتها حلوة استخدامها سهل. وبس كده يا جماعة، هي دي كانت مقارنة بسيطة ما بين زيت النعناع وزيت الروزماري العطري في علاج الصلع الوراثي والقشرة والحاجات دي كلها. اتمنى تكون الكلام فاتكم وعجبكم، ولو عجبك الكلام دوس لايك من زرار اللايك اللي تحت، اشترك معنا في القناة من زرار السبسكرايب او الاشتراك الاحمر ده، خلي اللون يبقى رمادي، وفعل علامة الجرس على الكل او اول علشان يوصلك اي فيديو جديد، يوصلك اشعار يعني باي فيديو جديد هنعمله في الفترة الجاية. واشوفك على خير يا صديقي العزيز في فيديو جديد من برنامج الاكسبيرمنت. سلام عليكم.